السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة الثانية والتي سوف نشرح من خلالها إعدادات الخاصة بالبلوجر الجديد، بعد أن قمنا بشرح في الحلقة السابقة إعدادات الأساسية، وكذلك قمنا بشرح الخصوصية، وكذلك قمنا بشرح خاصية الـ HTTPS أو البروتوكول الخاص بالـ HTTPS. اليوم إن شاء الله سوف نشرح الأذونات وكذلك المشاركات. فالعديد من الإخوة يتساءلون عن هذه الميزات الجديدة. قبل أن نقوم بشرح التفاصيل، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة. جيد، الأذونات، ماذا تعني الأذونات؟ الأذونات يعني يمكنك أن تقوم بإضافة مشرفين أو مؤلفين للمدونة الخاصة بك لمساعدتك في عملية النشر عن المدونة الخاصة بك، وكذلك إن كنت لديك أصدقاء وتحب أن تقوم بأن يكونوا أن يقوم بمساعدتك في المدونة الخاصة بك من أجل النشر، وكذلك مجموعة من التفاصيل الأخرى، ذلك ما سوف نقوم بشرحه بالتفصيل إن شاء الله. بالنسبة لهذا الدور الخاص بالمشرفين على المدونة والمؤلفين، هناك دوران، الدور الأول وهو المؤلف، والدور الثاني المشرف. بالنسبة للدور الأول الخاص بالمؤلف على منصة بلوجر، وهو تقوم ب كما قمت بكتابة هذه الأشياء. بالنسبة للمؤلف، هو الذي يقوم بكتابة المقالات فقط، ليس لديه الحق أن يقوم بأي دور آخر غير كتابة المقالات، ولا يمكنه أن يقوم بالتعديل وكذلك عمل أي شيء على المدونة. أما بالنسبة للمشرف، له الحق في أن يقوم بشيء في المدونة، أي شيء في المدونة، يقوم بعملية التغيير بجميع فيما يخص الإعدادات، وكذلك يقوم بحذف ويقوم بإضافة ويقوم بعمل مجموعة من الأشياء. يمكنه أن يقوم بإضافة أي شخص، يمكنه أن يقوم بعمل إضافة كما قلت، يمكنه أن يقوم بمجموعة من الأشياء الأخرى. لذلك قبل أن تقوم بهذه الخطوة، يجب أن تتأكد جيدا أن الشخص الذي تريد أن تقوم بإضافته إلى المدونة الخاص بك، هذا الشخص هل هو موثوق أم لا. إذا كنت تريد، كما قلت، إذا كنت تريد الشيء المعقول، أو كنت تريد أن تقوم بالصواب فيما يخص هذا الأمر، قم بإضافة مؤلف، لا تقم بإعطائه دور مشرف حتى لا يقوم بحذفك ويقوم بإضافة شخص آخر مكانك، أو يقوم بسرقة المدونة الخاصة بك. مشرفين وكذلك مؤلفين لمدونة بلوجر الخاصة بنا، نتوجه إلى دعوة مزيد من المؤلفين، نقول عليها بهذا الشكل. بعد ذلك سوف يظهر لك هذا الخيار، يقول لك عنوان البريد الإلكتروني المراد إرسال له دعوة من أجل أن تقوم بإضافته كمشرف أو مؤلف على المدونة. على سبيل المثال، أنا قمت بتجهيز هذا الإيميل، سوف أقوم بعمل له دعوة لهذا الشخص، نضيف الإيميل هنا ثم نقوم بعملية الإرسال، نرسل له هذه الدعوة. الآن قمنا بدعوة المؤلف معلقة. لماذا معلقة؟ يجب أن يقوم بالتأكيد لكي يتم إضافته إلى المؤلف. جيد، الآن سوف نذهب إلى الإيميل الخاص بنا. على سبيل المثال، أنا قمت الآن بإرسال الرسالة، أو قمت بإرسال له الدعوة، سوف نقوم الآن بعملية إعادة تحميل الصفحة من أجل تأكيد الرسالة التي تم إرسالها، ننتظر لبضع ثواني ريتما يتم إرسال لنا الرسالة، بعد ذلك سوف نعمل على التأكيد. كما لاحظتم معي، هذه الدعوة، محمد، تمت دعوتك للمساهمة في شرح إعدادات بلوجر الجديدة، يعني المدونة التي قمنا بتسميتها بهذا الاسم. فإذا لاحظتم معي، فنحن قمنا بعملية دعوة مزيد من المؤلفين، وتم ظهور دعوة مؤلف معلق. فإذا قمنا بالنقل على الإيميل هنا، لاحظوا معي هنا، يعطيك هنا الإيميل، تمت دعوة الإيميل، دعوة في كما تلاحظون 2020 يوم شهر 11 يوم 9. لديك هنا علامة الضرب، إذا كنت تريد عملية الحذف يمكنك أن تقوم بإزالته. نحن سوف نقوم بعملية الحفظ ثم نتوجه إلى الإيميل، نقوم بعملية التأكيد، نقوم بالدخول إلى الإيميل الخاص بنا، نقوم بالدخول إلى الدعوة،
التي تم إرساله كما قلنا من طرف محمد أو من طرف هذه المدونة التي كما قلنا شرح إعدادات بلوجر الجديدة. هذا هو الاسم الذي قمنا بإعطائها إياه. بعد أن تقوم بفتح كما قلنا تمت دعوتك للمساهمة في شرح إعدادات بلوجر الجديدة. بعد أن يتم إرسال لك دعوة من طرف شخص معين يريد أن يقوم بإضافتك إلى المدونة الخاصة به من أجل النشر وكذلك التأليف وغيرها، هنا كما تلاحظون مرحبا تهدف هذه الرسالة إلى إعلامك أنك قد تلقيت دعوة من محمد للمشاركة في مدونة شرح إعدادات بلوجر الجديدة، والأداء الاسم الذي قمنا بإضافته للمدونة. لقبول هذه الدعوة انقر على زر أدنى، نقوم بالنقر هنا على الدعوة ثم ننتظر ريثما يتم فتح معنا صفحة، وهذه الصفحة الجديدة التي سوف نتعرف عليها. هنا مجموعة من التفاصيل الأخرى، هام ستعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حسابك جوجل لتتمكن من قبول الدعوة. على سبيل المثال هنا هذه هي الدعوة، دعوتك لمساهمة في مدونة بلوجر. لاحظوا ما هنا عنوان المدونة وهي شرح إعدادات بلوجر الجديدة، هذا هو العنوان URL الذي قمنا بالتعديل عليه في حلقة سابقة. هنا كما تلاحظون معي دعوة من محمد كذلك تنتهي في كذا وكذا، سيجعل قبول هذه الدعوة المفكر الشخصي عنوان البريد الإلكتروني مرئي لمشرفي المدونة، بالإضافة إلى ذلك ستكون مدونتك عامة ومرئية للمفكر الشخصي. سوف نقوم هنا بعملية تسجيل الدخول، سوف نتمم عملية الدعوة كما قلنا، بعد ذلك سوف نقوم يتم قبول الدعوة الخاصة بنا وكذلك سوف يتم قبولنا في المدونة من أجل عملية التأليف أو ربما إن كنت تريد أن تقوم بإضافة هذا الشخص كمشرف أو مؤلف لك الحرية في الاختيار. جيد، قبول هذه الدعوة باعتبار مدونة تجريبية. هنا مجموعة من التفاصيل الأخرى، سوف نقوم بالقبول الدعوة. جيد، كما تلاحظون معي الآن لا يمكنك أن تقوم بالتعديل على هذه التدوينة، على سبيل المثال تلزمك قوانين الاتحاد الأوروبي وغيرها من التفاصيل الأخرى. سوف نقوم بإلغاء هذا الإشعار. كما قلت لا يمكنك أن تقوم بالتعديل أو شيء من هذا القبيل لأنك مؤلف. على سبيل المثال الآن قمنا بقبول الدعوة، نتوجه إلى الإيميل الرسمي، نقوم هنا بعملية إعادة تحميل الصفحة لنشاهد كيف سوف تصبح هذه الدعوة المؤلفين أو كيف سوف تصبح. سوف تصبح كما قلنا، سوف يتم قبول كما تلاحظون معي. الآن نتوجه إلى الإعدادات الخاصة بالأذونات، لاحظوا معي الأذونات المشرفين وعلى المدونة المؤلفون كما تلاحظون هو محمد وشخص آخر. على سبيل المثال هنا كما تلاحظون مشرف على المدونة ومؤلفها، هذا بالنسبة للمؤلف كما تلاحظون هنا، وهذا بالنسبة للمشرف اللي هو صاحب المدونة هو أنا، هذا المؤلف الذي قمت بإضافته. هنا لديك كما قلنا الحرية في عملية الاختيار، هنا تختار مؤلف أو مشرف. بالنسبة للمشرف كما قلنا يمكنه أن يقوم بعمل مجموعة من الأدوار في المدونة كالتعديل، كعملية التغيير في الإعدادات، كذلك يمكنه أن يقوم بإزالتك من الحساب على هذا الشكل، يقوم بإزالتك إن كانت إذا قمت بإعطائه الصلاحية. على سبيل المثال سوف نعطيه مشرف، نعطيه مشرف ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن قمنا بإعطائه كمشرف على المدونة، نتوجه إلى الإيميل الآخر، هذا هو الإيميل الآخر، نتوجه إلى الإعدادات. على سبيل المثال هنا نقوم بالدخول إلى الإعدادات، وسوف تشاهدون بأعينكم بأن هذه العملية خطيرة جدا، لذلك يجب عليك أن تقوم. نذهب إلى الأذونات، هذه الأذونات نفس الإعدادات المتواجدة في المدونة التجريبية، بنفس الشيء بالنسبة للمدونة التي قمنا بدعوتها. نذهب إلى المشرفين على المدونة، كما تلاحظون معي هنا يمكنني أن أقوم بإزالة الشخص الذي قام بدعوتي إلى المدونة الخاصة به، يمكنني أن أقوم بإزالته وأترك
المدونة سوف تصبح المدونة ملك لي. لذلك إخواني قبل أن تقوم بهذه الخطوة يجب عليك أن تقوم بتأكيد بأن الشخص الذي تريد أن تقوم بإضافته شخص موثوق ولا تعطيه مشرف، بل قم بإعطائه مؤلف من الأفضل كي لا يقوم بالتعديل، كي لا يقوم بلمس أي شيء في المدونة حتى تحافظ على المدونة الخاصة بك من السرقة وغيرها من التفاصيل الأخرى. نأتي إلى المشرفين هنا نعطيه مؤلف على هذا النحو، ثم نقوم بعملية الحفظ. جيد، الآن نتوجه إلى الإيميل الذي قمنا بدعوة الشخص، نقوم بعملية ريلود للصفحة أو إعادة تحميل للصفحة. لاحظوا معي هنا بعد أن قمنا بالنقل على الإعدادات على هذا الشكل، لاحظوا معي كيف سوف تصبح الصفحة. لا يمكنه أن يقوم بالتعديل، لاحظوا معي هنا لا يمكنه أن يقوم بأي شيء، لاحظوا معي هنا فقط يمكنه أن يقوم بإنشاء مشاركة جديدة على هذا الشكل، ويمكنه أن يقوم بإنشاء مشاركة بدون أن يقوم بالتعديل أو أي شيء على المدونة. لاحظوا معي هنا بالنسبة للمدونة فهو محمد، هنا مدونة تجريبية. الآن نأتي إلى إعداد صلاحية القراءة، يعني هذا الأمر أو هذه التوويب تعني من يمكنه أن يقوم بقراءة المدونة الخاصة بي. قلنا بالنسبة لصلاحية القراءة يعني الأشخاص الذين يمكنهم أن يقوموا بقراءة المدونة أو مشاهدة المدونة أو زيارتها أو غيرها. هنا إذا قمنا بإعطائها عام يعني يمكن أن يشاهدها الكل ويمكن أن يقوم بقراءتها الكل. هنا بالنسبة للمدون خاص للمؤلفين يعني يمكن المؤلفين كذلك مشاهدة المدونة أو قراءتها وغيرها. نفس الشيء بالنسبة لقائمة المخصصة بالقراءة، هنا سوف نعطيها عام على سبيل المثال، ثم نقوم بعملية الحفظ. كما قلنا الآن قمنا بإغلاق كما قلت إعداد الخاص بالأذونات. نأتي الآن إلى إعداد المشاركات، الحد الأقصى لعدد المشاركات المعروضة على الصفحة الرئيسية. على سبيل المثال سوف أوضح لكم هذا الأمر بشكل جيد. مثلا هنا لدينا مجموعة من المدونات التي أتوفر عليها، مثلا هذه المدونة على سبيل المثال، سوف نذهب إلى المشاركات، هنا سوف نعمل على عرض المدونة حتى نقوم بشرح هذه الأشياء بشكل التفصيلي وكذلك بشكل كما قلت صحيح ومدقق بشكل جيد حتى نقوم بتأكيد هذه الأمور. لاحظوا معي هنا عدد المشاركات المسموح لها في الظهور في الصفحة الرئيسية 1 2 3 4 5 6 7 كما هو الحال هنا، حد الأقصى لعدد المشاركات المعروضة في الصفحة الرئيسية. على سبيل المثال هنا، فإذا كنت تريد أن تظهر 7 مشاركات فقط يمكنك أن تقوم بكتابة 7 هنا. إذا كنت تريد أن تظهر أكثر من 7 مقالات يمكنك تغيير ذلك من خلال هذا النموذج، يمكنك الآن أن تقوم بعملية التعديل بشكل مثلا نقوم بإعطائه 10 على سبيل المثال، يعني تظهر 10 مشاركات في الصفحة الرئيسية. ننتظر قليلا حتى يعمل إعادة تحميل للصفحة وسوف نقوم بعملية التعديل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقريبا 10 مقالات بهذا الشكل. سوف تظهر لك هنا العدد المسموح لها الذي قمت بإعطائه، مثلا عدد المشاركات التي سوف يتم إعراضها في الصفحة الرئيسية. بالنسبة لهذا الخيار الخاص بنموذج المشاركات الاختياري، كما قلت إخواني ماذا تعني نموذج المشاركات الاختياري؟ يعني أي كلام قمت بكتابته هنا على سبيل المثال سوف أريكم هنا، بسم الله الرحمن الرحيم سوف أقوم بعملية الحفظ. أي شيء قمت بكتابته في هذه الخانة يمكن أن تظهر في المشاركات. على سبيل المثال سوف أقوم بإنشاء هنا، مثلا هنا أريد أن أقوم بإنشاء مشاركة جديدة على سبيل المثال. لاحظوا معي هنا مباشرة بعد أن قمنا بإعادة تحميل الصفحة سوف تظهر لنا هنا بسم الله الرحمن الرحيم التي قمنا بإضافتها كما تلاحظون. ماذا يعني هذا؟ يعني إن كنت تريد أن تقوم بإضافة بعض الكلام أو بعض الكلمات
أو بعض أشياء التي قد تهمك في إنشاء تدوينات على المدونة الخاصة بك وتنساها مع كما قلت مع عند كتابتك لمقال معين، قم بكتابته كما قلنا في المشاركات، سوف تظهر مباشرة في التدوينة التي تريد أن تقوم بإنشائها. على هذا النحو سوف نقوم بالعودة إلى الإعدادات. يعني أي شيء قمت يعني أي كلام كنت تريد أن يظهر في المشاركات الجديدة يمكنك أن تقوم بكتابته هنا في هذا الخيار الخاص بنموذج المشاركات الاختيارية. يعني أي شيء تريد أن يظهر في التدوينات يمكنك أن تقوم بكتابته في هذه الخانة. بالنسبة للاختيار الأخير وهو عرض المبسط للصور، ماذا يعني هذا الخيار؟ إذا كنت مفعل هذا الخيار سوف أشرح لكم هذا الخيار. أنا قمت بتفعيله على سبيل المثال، سوف نذهب إلى إنشاء مشاركة جديدة على سبيل المثال، سوف نقوم بإنشاء مشاركة جديدة وسوف أشرح لكم هذه الأشياء. بالنسبة لهذه المشاركة جيد، هنا سوف نقوم بهذه المشاركة على سبيل المثال، سوف أعطيها هنا بسم الله، نفس الشيء هنا نقوم بوضعها في المنتصف بهذا الشكل، نقوم بتكبير الخط على سبيل المثال هنا، ثم هنا سوف أقوم بإضافة صور. هذه الخاصية فهي كما قلت خاصة بالصور لكي تظهر لك بشكل جميل جدا كمعرض للصور، سوف أشرح هذه التفاصيل، ننتظر. سوف أقوم برفع الصور التي أريدها أن تظهر لي كما قلت في هذه التدوينة وتظهر على شكل كما قلت معرض للصور. سوف أرفع بعض الصور، ترى أنا لدي مجموعة من الصور هنا على سبيل المثال، هذه الصور سوف أقوم برفعها هذا الشكل، ننتظر حتى يتم رفع هذه الصور، بعد ذلك نقوم بإضافتها إلى المدونة الخاصة بنا. جيد، هذه هي الصور التي قمنا برفعها، الآن نقوم بتحديدها بهذا الشكل ثم نضيفها إلى التدوينة التي قمنا بإنشائها، ننتظر حتى يتم رفع الصور، بعد ذلك سوف نعمل على نشر هذه التدوينة وسوف تشاهدون كيف سوف تصبح هذه الصور كمعرض للصور، سوف يظهر على سطح المكتب. نقوم الآن بعملية النشر، نقوم بتأكيد نشر هذه التدوينة، ننتظر قليلا حتى يتم نشر هذه التدوينة التي قمنا بإنشائها وسوف تشاهدون الدور الذي كما قلت هذه العرض المبسط للصور، يمكن عرض الصور في التراكيب أعلى إلى حد المشاركاتك. هذه هي التدوينة، سوف نعمل على كما قلت نقوم بعرض هذه التدوينة وسوف تشاهدون بأعينكم دور هذه الصور المبسطة أو شيء من هذا القبيل، الصور المبسطة، عرض صور المبسطة على سبيل المثال سوف تظهر بهذا الشكل، لاحظوا معي هنا سوف تصبح بهذا الشكل، نقوم بالنقل على هذه الصورة. لاحظوا معي هنا هذه هي الصور، ننتظر حتى تظهر معنا الصورة بشكل جيد، سوف يظهر لك على شكل معرض للصور، يمكنك أن تقوم بمشاهدتهم بطريقة جميلة جدا كما تلاحظون، ويمكنك أن تقوم بعملية اختيار مثلا الصورة التي تريد من هنا من خلال هذا النقر بالموس، هذه هي الصور التي قمنا بإضافتها، يظهر بشكل جيد وأنيق جدا، وسوف تظهر لك هنا علامة الضرب، هنا يمكنك أن تقوم بعملية القفل، وهذه هي عرض الصور المبسطة. إلى هنا أكون إخواني الكرام قد قمت بإنهاء حلقة الخاصة بهذا اليوم التي شرحنا فيها خاصية الأذونات وكذلك المشاركات. في الحلقة القادمة سوف نكمل ما تبقى لنا من الدورة فيما يخص هذه الإعدادات الجديدة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.